محمد الشرهان ضيف برنامج الليوان مع عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في الليوان حكايه في التراث نناقشها مع الراوي محمد الشرهان في الليوان تتضح الحكايه حياكم الله من جديد واسمكم مرحب بضيفي الراوي محمد الشرهان حياك الله ابو خالد الله يحييك يبقيك يا هلا مرحبا سعيدين بوجودك شكرا الله يسعد ايامك الله يسعد كورونا حبستنا شوي اي أيوة والله حبس حشمه ما هو يعني <applause> 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 شلون <لوار> حبس حشمه؟ <applause> حبس الحشمه مثل اللي قال له اقعد في بيتك لا تطلع لان نقول لك اطلع حبس حشمه موجود ترى هالمصطلح من قديم مو هذا طلع ممكن لو صار مثلا الا صار يعني احد من المواطنين اللي عليهم الشرها ايه هذا اللي انا اسمع به ترى ما اجزم على صحته اسلم صار مثلا واحد من المواطنين عليها يعني عليه خطا او على او مخطي مخطي وزعن عليه مثلا زعن عليه ولي الامر ولا شيء وهو له وقار وله هيبه وله له يعني قيمه في المجتمع فيروح له واحد من الاخويا ولا شيء يقول له لا تطلع من بيتك لين نرخص لك. اه, آه ايه بطلع. يعني الاقامه الجبريه يسمونها هو الحبس حشمه. تاديب ما فيه ضرر. ايه. تاديب ما فيه ضرر عشان في في مدتها التاديب ذا يحس بوشو مسوي وشو مسوي ويحاول يعدل الخطأ يراجع نفسه. ايه فلقالوا مثلا ربع وين فلان ما شفناه ما تبين ما يحسون عادل بسكون قال حبس حشمه. حبس حشمه. <applause> يعني محشوم ايه؟ وعلى وقاره وصنعه حتى انه اذا طلع ما يقول اني مثلا يقول أه سافرت ولا وافق لنا سفرنا بعيد ما, ما, ما يقول ما. اني ايه لا لا ما ايه ما يطريها بس هم ايه. يدرون اللي عاد ينبشون من تحت هذه الجائحه الله يرفعها ان شاء الله قريبا امين قبل انا ودي اسمع منك الـ الـ القصص اللي صارت قبل مثل هالجائحه أسمح الناس انت سخونه وغيرها سولف لي عنها اي هذه سنين تمر من اولها كالحين تعرف ما في علاج ولا في ما في ما في علاج قبل يجي سنت مثلا يسمونها سنت الجدري يكثر فيها الجدري في منطقه معينه مثلا سنة السخونه سنة الجراد سنة فيه سنتين انا قد قريت عنها أنه في بيان مطلع بالسنين هذه سنة جبار هذه سنة جبار لها اسم وسنة مثلا يجي سيل يجتاح تضرر منها النخيل وتضرر منها فهذه سنة السخونه هذه هي أكلف شيء على مرت على منطقة الخليج ونجد كله حتى اللي حتى الدير اللي اللي كانوا الناس ما يسمعون عنها جايها مثلها مثل السخونه هذه، سنه السخونه هذه وراهم يسمونها عام 37 ورا ما يقولون عام 37 يقولون سنت السخونه، إيه؟ يعني ليش يوقتون بالسنين؟ من كثر الموت اللي صاروا مم. فيها. انا الله يسلمك سنه الرحمه يقولون اي سنه احد ر... يسميها سنه الرحمه وحده يسميها سنت السخونه. وهذه مات فيها ناس كثير، من ضمن اللي ماتوا فيها 37 الشاعر ناصر العريني من اهل الدرعيه. آه الله يسلمك انا كنت في مره في مكشات أيه انا والوالد ابوي وقاربنا راح كاشين وقت ربيع شوف الصغير الى سمع السالفه يقضبها انا مع ابوي صغير وجرى جالي يسولف علينا من اهل جلاجل عارف من جماعتنا يعني من اهل سولف على ابوي وسولف على ذا ويسند الهرجه على ابوي وانا جنبه ويقول يا علي والله اني انا وفلان 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 ثلاثه نحن قاعدين خارج جلاجل في المقبره يمكن قعدنا اسبوع بس نحفر قبور ما يمدينا نحفر القبر وناسمه الا الا جايين الطلب يعني من كثر الموت اللي يموتون فيه هاك الحين يقول حتى انها اضطرتهم الظروف الى انهم يقلعون البيبان بيبان خي... النخيل باب نخل صخيف يعني مو ما, بع... ما هو بعريض مره مثل فتسة الباب اللي تصير الزرفه م. وهو خشب ياخذونه يعني ما, ما في المسجد الا نعش واحد المسجدين آه يقول والديره يعني ما فيها الا مسجد مسجدين ما يتكفل. فياخذون النعوش هذه كلها مشغوله اللي في البيوت مثلا النساء وال... والرجال فياخذون الباب ذا ويغسلون عليه الموتى ويجيبونهم يقبرونهم م. فيقول ي... ياسمون هالقبور يقول والله ما يمدين ان هذا إلا... الا الثاني جاي مثل في على عليه يقول والله نحن نقبر في اليوم جعل ما ندخل إلا في الليل هذا الرجال يسولف على أبوي يقول حتى أني أنا ويا واحد معي قلت خلنا ندخل الدير قال يا رجال متى نلقى الفرصة سبحان الله هذولا عندهم مناعة طبيعية ما جاهم مرض أو رب يبصخرهم يحفرون أقبور الموتى فيقول خلنا ندخل قال لا يا رجال هذه متى يحصل لنا نلقى شغل ونحفر قبور القبر بريال يقول جاء قبر قال سم هو القبر قال بريال قال اجل الله نبينا ما يحصل اقل من قال ابد فهم صندق مره قال اجل ابيه لاختي قال اللي تبي وتبي زي لك واحد ثاني بعد انت علمنا يقول اهله فعيائر هذا اللي يضحكون أي. بعضهم آه يقول واحد ان هذه سالفه ثانيه دخلت على ذي يقول واحد ان ان, في واحد إن يحفر القبور مفهوم معروف من اول يقول يروح في الليل اللي جا وقت قيض وياسم القبر ياسمه مثلا طوله مترين مثلا في عرض ثمانين سنتي او وياسمه ويرشه بماء عشان ترابه يلين يقول يرشوه يحفر الاحفر من يجي عشرة سنتي رشه بماء الظهر يروح ياخذ له زدر يوديه له يودي مروه زدر ويرش القبر هذا متانه اللي هو سمه ولا جاء في الليل تالي الليل طلع هو الحالة على رجليه ويحفر هالقبر يحفره يوخي تكون الارض شربت الماء ويصير التراب ثري ثري يعني ما فيه غبار يحفره يقول راح هذا يحفر القبر ويحفر يحفره حفره لما يجي شبر وكوم التراب. اثره جاه النوم في الليل متاخر وانسدح ذا براد وخذها النوم وجاز له النوم ونام. يقول هناك تالي الليل فجر ولا المقبره ذي على جال طريق يجي من القريه ذي يروح للقريه ذي. يقول يمرها كل واحد حول الفجر حول الفجر صلى وسلم زد انطر النور. يقول الله يكرمك راتب على الحمار ويسوق الحمار ويركض يركض على الحمار يوم مر من عند المقبره قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون يقول يوم قال السلام عليكم يقحص هذا قال عليكم السلام وينحاش روعه راح رو للديره وقال والله اني مريت من عند المقبره وسلمت عليهم انه رد علي واحد منهم يقول هذا على هاللي قاعد يشتغل يقول كذا من عرض الطرائف اللي يصير فيه ابو خالد انت يعني الرواية أنت قد استطعت أنك توصل للناس في حسن القاء وبسهولة لغة هل أنا أريد أن في هالليلة أني أفهم منك مجموعة عن الرواية أول شيء هل الرواية تعتبر فن من الفنون الأدبية؟ إيه طبعا كان من أول قبل تطلع وسائل الإعلام إيه؟ ما يسولف في المجلس إلا واحد اللي هو الراوي ويكون في كل ديرة تلقى راوي راويين يعني ثلاثة معروفين في كل ديرة وخاصة يعني منطقة نجد بالذات هذه اللي انا اعرف عنها لاني فيها رابع فيها هذا اللي انا ابخص أيه؟ عنها. ففيه رواة مشهورين يعني مشهورين احد مثلا يروي بحفظه يحفظ. واحد من الرواة يحفظ القصيد ويجيبه بلحن يغنيه بلحن يسمونها ديونة ايش يسمونه؟ ديونة ايه <applause> دونه يعني يقراه على شكل استرسال كذا. ايه. وواحد لا يجيب معه كتاب. يقرا منه يقرا منه فاشهر واحد من اللي معهم كتب ومعروف هذا عبد الرحمن الربيعي ابو ابراهيم الربيعي هذا معه يحسي علينا ابراهيم اليوسف مقدم برنامج الباديه لان لاحق عليه وشايفه <applause> يقول معه ديوان ابو خالد سنه دليل هاتف هالكبر يقول حاطه في فبطه يقول له جاء في الديوان قال والله سمعنا ابو ابراهيم قام مفتح الديوان وقام يقرا عليهم انسان القصيدة الطويله يهذها هذ و انسانها قصيره يشيلها بلحن إيه؟ يطرب ولا بس ما حد يحسي في المجلس والراوي فيه الراوي موجود ايه خلاص خلاص إيه؟ 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 ثم وحد لا رواياته كتابه وحد روايته وش اهم صفات الراويه او الراوي وش اهم الصفات اللي المفروض تصير فيه انه لازم ياخذ القصيده السالفه كامله ومع قصيدتها كامله ما ياخذ جزء ويخلي جزء ايه ولازم يرويها كلها كامله مو بيقعد يجيب السالفه هذه من من عيب الروايه انه مثلا يجيب السالفه ولا جاء وقت القصيده قال ما ادري وش يقول لكنه يقول قالها ما يصلح للحسي يا ام احفظ القصيده قلها كلها كامله ولا لا تجيبها مع قصيدتها ولا والصحه الحين لازم تصير القصه صحيحه ويجزم هي لا تعرف تختلف الروايات من شخص لشخص هذا الراوي اللي يعني صادق يبي يقول والله انا هذا اللي انا سمعت وانا سامعها من فلان وفلان راوي لازم من يسند اي يسند اي او يقول انا ما اخذها من الكتاب الفلاني صفحه كذا اي اي هذه هي يعني دائما الناس يتكلمون بالتبهير، وين حدود التبهير بالسالفه؟ يعني احد مثلا يصير من طبيعته النكت و أو يبي ضحك الجمهور فيجيب روايات فيخلطها بشيء عشان يرغب او يشدهم يشدهم فيها وخاصه صغار السن اللي بغوا يعلمونهم من القصص والقصيد لازم يجيب لهم شيء طرفه تضحكهم عشان تمسكهم يكملون السالفه. اه وسيله جذب يعني وسيله جذب لكن من اشهر الرواه المعروفين يعني آه هذا موجود الله يطول عمره ابو عبد الله ناصر المسيميري في الرس آه معروف هذا وش ميزة ناصر؟ ناصر ما شاء الله عنده مؤلفات له دواوين شعر وله دو عن الالغاز وسبق انه قدم في التلفزيون السعودي برامج مرعيه يعني وفي الاذاعه كذلك ناصر بن عبد الله المسيميري هذا رجل معروف راوي مشهور را الراوي من بس منصفة بعيد عن العاصمه يكونوا ايه. يعانون له الحين عشان انه لو بغير الراس كان يمكن برز اكثر على كلامه لا يجي هو لطلب يجي ايه؟ إلى جاله طلب يجي اذا جاء له طلب يجي. هذا من اللي انا عارف يعني معاصر يشاركون معنا من اول في الاذاعه. الحين يجوز للراوي انه ينسج قصه من اوله لاخره من خياله ويضبطه ويجيبه للناس ولا يعتبر خلل بالروايه؟ والله اذا كانت القصه فيها عبره وفيها فائده للناس ممكن يزودها من خيالها شوي و وهي مثلا يصير معها شاهد يعني احيانا تصير شويه والبيت شويه يقولها تروح ما ما يدر عنها إيه؟ لكن لما يرغب لها وشيء يحط فيها اشياء تجذب اللي اللي يسمع خالد انت عندك قدره على سبك السالفه علمنا الحين شلون المفروض الواحد يبدا بالسالفه وشلون المفروض يرفع رتمها وي ويخليها تجذب الناس وشلون يقفلها <applause> والله يعني شوف انا بالنسبه لي انا اذا شفت الجمهور اللي قدامي يعني مستانسين استرسل واحاول اني ولا شفتهم احس منهم من 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 من, من, جلستهم من, ان انظارهم من انتباههم لي انهم مثلا سنهم ودي ودهم اني اكمل بسرعه ممكن او اغلقها بسرعه لكن لو شفتهم لا يعني يعني تقيس الراوي المفروض يقيس تبيله اللي قدامه إيه وش يعرفوا وش يبون وش يرغبون انت حق حك... حمدان الشويعر حميدان حمدان حميدان اي سولفنا عن حميدان الشويعر حميدان الشويعر اول شيء اسمه حمد بن ناصر السياري من الدعوم من بني خالد من حمد قصر. يعني هو اي حمد إيه. بس هذا اسمه الفني فني على قولتهم او إيه. اسمه التصغير امه سمتك كذا قالت حتى انت حميد قال سموه حميدان الشويعر تشعر يعني تقصدي فصار بالاسم ذا هذا الرواية المكتوبة في لأنه معلف عن كتابين هو فهو طال عمرك عاصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكلم عنها والشيخ والإمام محمد بن سعود قال ظهر في العارض الجمالين زبدها عند غواربها حطت الدين لها سلم يا ويلك اللي تحاربها اي نعم فهو معاصر الدعوة ومن مناصرين الدعوة وبعدين كل قصائده ما له غزل هو ابدا كل قصائده كلها في يعني دراسه او توصيل العادات الاجتماعيه في, في البلد مم. وعبدالله الله العكيري هذا يعطيك العزيز. مثلا احمدان شويع ايه. يعطيك تقول تبي تسمع شعره ايه. تبي تعرف عن عادات البلد وشي فأحمدان شوعر أول شيء مات عام 1200 هجري. لكن من القصائد اللي هو قالها فيها وللآن وهي باقية وتستعمل ويعني ويسمعونها الناس يطربون لها. لما يعطيك نبذة عن وصف المجتمع اللي هو كان عايش فيه. سمعنا شيء منه. يقول يا ذا افتهم مني جواب يشترى مثل اللوالو في عقود تنشرى ولا في شمس مستنيرة بالضحى أعطيك حال الناس يا هذا ترى هو يعطيك فكرة عن الناس وشو يا هذا ترى من جاد سمته جاد في هذا وذا والمرجلة ما هي بورث تحجرة يقول شوف ذا العالم ذولا كلهم قال قال تسلسلوا من نوح جد واحد حر وعبد والردي البيسرة تلقى الجماعة من شجرته وحده وطبوعهم مختلفة ربي يقدر وش يطلع فيهم قال يطلع بهم خطوة تذوب الماهر غوج ولو جود عنانه يطمر ومن الجماعة حامل متحمل ما فات يوم في حياته ما قرا الكريم ومن الجماعة حامل متحمل ما فات يوم في حياته ما قرا ومنهم سوى الديتس رزت عنقه ما زال له زول بفعل يخبره ومن الجماعة كالضبيب المنتفخ يعطيك صور من واقع المجتمع من الجماعة كالضبيب المنتفخ متبخت لن يسحب ثويبه من ورا سن الضعيف شايل نسب عطبق هو ما درى أنه خف ريش الحمرة يقول لازم يدري ومن الجماعة من ينط بمرتبه بالدين لو هو ما يخط ولا قرى يدرق بدين الله دين غادر والله عليم بالذي هو أضمره ومن الجماعة لوق ينسلوقي سملق ماله مثان يخبره ولا حلف ولا يمينه قاطع ولسينه لطه ما يصدر ومنهم هميل تنسبير حوضها يوصف على النخله الكبيره إيه. ومنهم قلت لها انا ومن الجماعه من ينط بمرتبه بالدين لو هو ما يخط ولا قرا ومن الجماعه كذب بيب المنتفخ متبخس يسحب ثويبه من وراء ومن الجماعة لوقي سلوقي لق ماله من ثاني يخبره ولا حلف ولا يمينه قاطع ولسينه بل ما يسدره ومنهم هميل انخرى الهمال اللي عايشت الحالة هميل سبير ان حوضها لكن لا هي بلا تثمر ولا فيها ذرى هذا اللي ما فيه خير الجماعة وربعه ومنهم من سنه تقال زنعه تقال زنعه ان خلال بصير القصير اللي ثمرها ايه. ثمرها كثير دب الليالي حوضها ما يحفر الدقلة من النخل قالوا فلان النخله الدقلة الدقلة اللي, اللي نخلها ما يكنز اللي تمرها ما يكنز يوكل في الحال مثل أيه. مثل السلج ومثل المقفزي ومثل آه را را يعني الدخيني التمر هذا اللي يوكل وهو بسر دقلت دب الليالي حوضها ما يحفر يقول ومن الجماعه من اول يوم كانوا الناس يتوامون في الحروب يفزعون لبعضهم بعض يقولوا من الواحد يشد الى حربة وجماعته وين يروح؟ قال يم القطيفه ولا حسا ولولا لولا لولا جماعه راح مال الصلحة وان قال شيء يديح دون حمى الجرة لقيت وف ومن الجماعه يقول حي قليب فيهم روه والخبل ما يعطيك من رطب الثرى قال لقيت بالعبدان عبد هيلعي كل المراجل في يمينه وتخبره ولقيت بالاحرار حر باطل من صيف ملح ما يباع ويشترى لكن لو بتمني يقول لو بتمنى ثلاثه ما يبيهم يموتون وش يبي؟ لو بتمني ما يموت ثلاثه وبازل الجماعه موتهم حق ترى منهم هم هالثلاثه؟ قال الظفر بفعله الشجاع والكريم بماله واللي يخلص مشكل بين الورى وبازل الجماعه هم الضيوف القريه القريه وكسر زي الجماعه اكثر الراوي بن فايز ابو علي أبو بن علي. فايز رحمه الله عليه هذا مشهور ومعروف وله اخوه ناصر له ديوان مؤلف لكن ابو علي ما ما شفت له يعني م. الظاهر مخطوط عنده عند اسرته مع الملك عبد العزيز في واحد راوي اسمه عبد الله الجيري العجيري هذا مسؤول رواياته كلها عن 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 الانواء ايه عن الأنواع ايه لكن فيه من الرواه المشهورين طبعا اللي له حسين مؤلفات محمد البليهد والشيخ عبد الله البليهد هذا له ديوان مؤلفين وهو معاصر الملك عبد العزيز وكل آه ذاكر اشياء كثيره عن تاريخ الملك عبد العزيز الله يرحمه في في واحد اسمه الرضيمان او الحسين رضيمان الحسين ايه راوي توفى الله يغفر له ويرحمه ما 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 سجل القصيد اللي هو حافظه كان حافظ القصيد شيء عجيب هو مات وراح اي والله ما اه ما طلع على الشيء اه الذاكره القويه طبعا من شروط الراوي اي طبعا اي من شروط انه لازم يكون حافظ ايه من اول ايه يخلون الواحد تقول المصدر عد السالفه عليه خليني اضبطها في رواه في في حايل ما اعرف منهم الا بعضهم اللي كانوا يجون يشاركون في برنامج الباديه من اول مثل إيه؟ رضا بن طارف الشمري عندك طال عمرك علي بن فهيد السكران عندك رواد كثير بس اللي لهم مؤلفات إيه؟ تظهرهم مؤلفاتهم طيب الحين القصيده الر... الروايه لازم يصير فيها قصيده ولا ممكن تجي سالفه بدون قصيده؟ ممكن تجي سالفه بدون قصيده بس يضبط عناصرها ويقولها ما فيها شيء. ايه لك م. يعني ولا الافضل بس الناس يبون القصيده. والمطلوب انه يجي الشيء الصح يعني ايه. ما طيب كيف نحفظ هالموروث الشعبي الكبير وما نفقد الذاكره الشعبيه زي ما صار مع رضيمان الحسين؟ شلون نحافظ على هالموروث؟ لازم ريك. يكتب، لازم يسجل، يدون. مره من مرات انا رويت قصيده. في احد البرامج سامعها من علي بن فهيد السكران الله يرحمه قصيده قال إن علمني بسالفتها وقال لي احفظ الابيات قلت طيب ولا يقول في الابيات راعي القصيده يقول يالله يلا طلبتك يا الولي خمس طلبات والخامسه يا رب عطني ثمنها الاوله عطني عشائر وخلفات ومجالس ما ذكر فيها انممها والثانية عطني غروس ظليلات ها الأول عطني غروس ظليلات ومجالس ما, ذك... مجالس ما ذكر فيها انممها يتونى في الاول نخل يبي نخل يلا طلبتك يلو لي خمس طلبات والخامسة يا رب عطني ثمنها الأول عطني غروس ظليلات ومجالس ما ذكر فيها انممها والثانية عطني عشائر وخلفات من ضيف الخطار حالي لبنها والثالثة عطني من الخيل عرهات يا زينها لاجت لاعب رسنها والرابعة, والرابع عطني من البيض خفرات يا حلو ذا البيت والرابعة عطني من البيض خفرات يا من بها قلبي إلى غبت عنها والخامسة عطني جنان عليات إلى ظهرت روحي وشقت سفنها من هي القصيدة ذي؟ آه أنا قال لي علي بن فهد سكر الله يرحمه ان هذه القصيده لواحد اسمه مشعان بالخيل يقول ورويتها انا على انها المشعان بالخيل وراحت السالفه وذيعت وعرضت يوم جاء يوم من الايام ولي راتب في القطار انا بروح للدمام انا يا محاتيك ايه <تصفيق> <تصفيق> ولا قبالي شايب عليه نظارات كبار ومعه كتاب يقرا فيه هو يقرا فيه ودي اسلم عليه ودي احاسيه من اهل نجد بس هو على كرسيين قاعد في واحد وانا مثل على كرسيين متزابلين احنا المهم يوم جاء حول الظهر فز هو وصفط الكتاب وقال يا الاخ قلت نعم قال ما تذكر نروح نصلي الظهر فسفل القطار احنا بنروح للدمام أيه. قلت له توكل على الله رحنا وصلينا انا وياهم جينا راجعين قعدت تحت انا وياه لا والله اليوم الجو زين والحمد لله القطار يريح اهون من السياره ويمشي يمشي سولف انا وياه قال يا اخوي انت صوتك هو بغريب علي انت ما انت بالشرهان قلت لا قال الله يحييك قلت ما شاء الله عليك اشوف كتاب تقرا في كتاب وشو هذا قال هذا الكتاب اسمه شعراء من الحرقان من الحرقان يعني من قحطان ايه وانا ما نويت من هالحين اني بهدي عليك هالكتاب بس ابى اقرا صفحتين فيه وبعطيك اياه قلت الله يغنيك وستر خيرك لا ابدا خله لك وبلقى مثله انا أي. في المكتبه قال لا لا والله انت اخذه ويقوم يكتب عليه هدا ويعطيني اياه طلعت الكتاب ولا اللي مالفه واحد اسمه فلان حامد بن حامد بن فلان الجذع فلان الجذع اي قريت في الكتاب انا أغلب قصيد هذا اللي اسمه الجذع عبد الله ونسيت اسمه الحين يا اخوك انا ترى مع السبت ولا حد قمت انسى <applause> شوي لا تسرها علي <applause> لا ما شاء الله عليك الحاصل قمت اتصفح اسفل الكتاب والقى فيه روايات راويها الجذع عن ابوه روايه الراويها عن ابوه ابو الشاعر وراوي قال وهذه الروايه عن والدي رحمه الله كذا كذا يوم جيت في صفحه مثل ما تقول 266 والقى القصيده اللي تو اللي قالها لك ابن سكران ايه اللي قالها لي ابن سكران ولها منسوبة الواحد اسمه سعود بن هازع, هازع, هازع آل كناد هازع بن كزمان آل كناد سعود بن هازع بن هازع آل ك... آل كناد اي ايوه والقى القصيدة ذي قلت لازم اعتذر للجمهور أيه. فعلا واطلع مرة ثانية قلت يا اخواني انا سبق ان رويت قصيدة كذا كذا واني نسبتها كذا والان وجدتها في صفحة كذا لا لا لهذا الرجل بس انها مختلفه اللهجه شوي بلهجه قحطان هذاك يقول عطني وذا يقول هبلي ايه يلا طلبت كل ولي خمس طلبات والخامسه يا رب هبلي ثمنها الاول هبلي غروس ظليلات ومجالس ما ذكر فيها وكلها على هبلي هبلي بلهجه قحطان ايه اه يقولون فهذه من 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 مصداقيه الروايات ما يصير استمر على على الخطأ الاول ايه ايه لا وهذا وهذا منه بلك انه يعني الواحد يعتذر يتراجع عن شيء طبعا اللي مطبوعه في كتاب وموثقه اوثق من الروايه الشفهيه يقولون الروايه الشفهيه تاريخ ما اهمله التاريخ اي نعم صادقين بهالمعنى؟ ما قالوا عبث اكيد انهم صادقين احيانا <applause> <applause> اللي يقولون عبث يا ابو خالد ما تدري <applause> كم قصه يحفظها ابو خالد؟ والله كثير احيانا انا ازين قصه ما لها ما لها اساسي انا اللي اقوم عمده لا احتاج تبني يعني. قصه من جديد علشان يجوز لي ابيات مثلا ايه واحط من واقع الابيات هذه قصه عشان اشرحها وبينها للشباب اللي بغتهم يحفظونها وصارت الابيات زينه تستاهل من يحط عليها قصه لازم عندنا ابيات وسواليف وقصص إيه موجوده نعم. في شاشتنا هناك في شاشه الليوان نعم. أستاذ أنكم ابو خالد فاصل إيه؟ ونروح هناك وناخذ العلم اللي في هالشاشه وتسولف علينا توكل توكلنا على الله لا تذهبوا بعيدا شاشه الليوان تنتظرنا وتنتظركم حياكم الله في شاشة الليوان أستكم جميعا ورحب بالراوي محمد الشرهان أبو خالد عندنا هنا مجموعة من المواد أستاذ نستعرضها ونسولف عليها بعد شوي هجم عبد العزيز على عجلان وأصابه ودخل عجلان المصلح ولحق به عبد الله بن جلوي وقضى عليه وانتصر عبد العزيز ورجاله على اكثر من ضعفهم عددا واستردوا الرياض كان ذلك في الخامس من شهر شوال 1319 هجريه 1902 ميلاديه. ويوم ذبح عجلان ولاهل الرياض يبونه وش بلا ما يوم صاح في راس المصمك الحكم لله ثم عبد العزيز قالوا سمعنا ابو خالد الملك عبد العزيز هذا الرجل العظيم، حدثني عنه والله انا بحدثك عن الروايه اللي هو رواها الملك عبد العزيز من لسانه وكتبها منه المستشار كان عنده فؤاد حمزه من ضمن المستشارين اللي عنده هو كتب الروايه ذي من لسان الملك عبد العزيز انت يا فؤاد حمزه فؤاد حمزه هو والكتاب اسمه الطريق الى الرياض فيذكر في الكتاب فؤاد حمزه نقلا عن الملك عبد العزيز يقول انه طال عمرك خرج ثلاث مرات المرة الأولى عام 1317 وحاول يجي وحاول يجي معه كان مجموعة من الناس معه مجموعة من الجنود اللي يعني بادين معه جايين معه لأنه لو لو ما هو بيكرمهم ويعطيهم ما جو واجتمعوا حذر حذر ولايته فأخذوا خذوا فترة طويلة يغير منه ومنه ويرجع كان والده في الكويت موجود عبد الرحمن ويروح هذه عشر ما توفق فيها رجع ثاني مرة يوم جاء عام 18 ويجي للرياض مرة ثانية مرة ثانية ويدخل الرياض ويقعد فيه حول الشهرين يوم جاء الرياض دخل الرياض حصل ابن رشيد وقتها كان هاد دين ان السور اللي من جهة شارع الثميري تعرف بوابة شارع الثميري هذا أقدم شارع في الرياض الذي اللي عليه الدروازة الآن مكان درواس شارع الثميري يحد السور كانوا هادين السور مخلين من البيوت يعني فعاد عبد العزيز عاد بناء السور وعاد بعض البيوت اللي قدام بوابة المصمك بيوت كانت قصور للسعود وحولها ل ل اللي كان مستولي على الرياض أول في عهد بن رشيد إلى بيوت فرجعها حاول رجعها وهذا و... وفي هالأثنى ذي صارت معركة الصريف اللي بين بن صباح وبين بن رشيد وبين جهة من البادية مطير الظاهر ما ادري معهم وكان معهم الامام عبد الرحمن المهم ان المعركة هذه ما انتصر انت فيها بن رشيد فالملك عبد العزيز ما ما هو مرتاح من الجلوس في الرياض رجع للكويت وجاب العائلة وجاب حاولوا يطلعوا النجد ها آه. في ألف وثلاثمائة وتسعة عشر أدل جاء للرياض طالع إن هو مبكر طالع قبل رمضان وجوا على واح على واحة جبرين وصام رمضان عليها ما 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 اسمه ما اسمه جبرين وما ادري الا انه هذه وين هي في جهه الربع الخالي <applause> وقعدوا فيها وصاموا رمضان يوم جاء وقت العيد جو عيدوا على على جفان موقع مذكور هذا الكلام في في كتاب فؤاد حمزه ثم ان يوم بقى على ثالث العيد ويجون للرياض يجون معه تقريبا 63 نفر جنود يوم جو عند محل اسمه المناخه اللي الحين عند مصنع الاسمنت الان شفت مصنع جاي من جهه الجنوب جو دخلوا الرياض مع الجهه الجنوبيه ومروا من عند العود شفت العود منطقه العود هذا اللي فيها مقبره العود فيه نخل الناس اللي قال لهم بحيان نخل بحيان خلى على يسراه ودخلوا يوم وصلوا نخل بحيان ما دخل بال, بال 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 بالقوم كلهم لا خلى تقريبا دخل بحوالي 40 نفر بهم جابهم وخلى 23 اي خلى 23 جو يوم جو جو من عند نخل بحيان يبارون هالحين تدري وين جو معه؟ شفتها الحين محل المعهد العلمي اللي من جهه حله الاحرار هناك ها جو من من عندها من عند اداره التعليم الان اللي الحين تحت الكوبري ما دام كان اداره التعليم ايه؟ هذه كلها كانت منطقه برضي كلها هذا وادي حنيفه هذا الوادي اللي 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 يجي معه السيل سيل الرياض ويجون يمشون يبارون المكان ذا يوم جو تقريبا يعني قبال عماره السبيعي تعدوا عماره السبيعي اللي الان موجوده مقابلها مدخلا يقطع الو يقطع الو يقطع الوادي هذا يدخل على جهه شارع الوزير ويجون على مارد بير اسمه اسمه لا اله الا الله مارد بير فيه ماء عندهم صلع عندهم صلى العيد الاول الحسي يسمونه الحسي, الحسي. المارد هذا بير فيها من حلو جنبها مسجد جو عند المارد هذا الحسي حول الفجر وغسلوا منه توضوا وكذا ودخلوا مع يبارون السور اللي هالحين مكان شارع الوزير الان من عند الدروازه جو يبارون السور هم هالحين شارع الوزير عرفت شارع الوزير؟ الجهه اللي ما بنيت منه الان هذا هو كان مكان السور من وراء السور حدود الرياض الشرقيه يعني جهه أو وجهه المقبره ذي ما بين المقبرتين فيه طريق دخلوا مع الطريق هذا يوم جو عند نخل واحد قاله ابن حوبان ابن حوبان من اهل الرياض له نخل في نخل في منطقه اسمها حوطه خالد هناك جهه حوطه خالد قبلها يعني في علو الظهير عند مسجد الشويعر القائم الان في مسجد اسمه مسجد الشويعر القائم الان حين جيت عند المصمك جيت عند البو... عند المربعه الشماليه الغربيه تشوف مسجد الشويعر قبالك في مقطع الشارع مقطع شارع الشميس الجديد مسجد الشويعر الان موجود جو عند نخل بن حبان وقعدوا دخلوا حوالي مجموعه الى البيت اللي, اللي كان فيه بن جويسر وفيه بي... بيت الله بن جويسر دخلوا دخلوا في البيوت هذيك ويوم وبدوا ان عجلان ما يتبين اللي حول الفجر او على طر النور عرفوه فطبعا صار المشهد هذا اللي تو اللي تو طلعوا المشهد ايه منه فكان وقت ما انفتح الباب باب باب المسمك في خوخه تنفتح الباب الخوخه الصغيره وش الخوخه؟ الخوخه فتحه صغيره في الباب المسمك يسمونها الخوخه ايه كان واقف عندها عجلان وهجموا سبعة رجاجيل هم اللي في البداية سبعة رجاجيل منهم هم هالرجاجيل السبعة هذه اللي أنا مقترح إن أبا أطلع مثل قولتك كبطلع فاصل ايه هذا أنا مقترح أن هذه تحط لغز ودي شباب شباب الرياض وشباب المملكة وخاصة اللي في الابتدائي يحفظون الأسماء هذا الأسماء الأبطال السبعة اللي كانوا في ذيك الساعة هم اللي بدوا بالهجوم منهم من هم السبعه؟ الملك عبد العزيز رحمه الله واخوه سعد سعد عرفت؟ وعبد الله بن جلوي اللي امر في المنطقه الشرقيه شرقية. واخوه فهد بن جلوي راعي الشلفه ها؟ وعبد العزيز بن مساعد بن جلوي اللي ك... اللي بحائل توف... اللي بحيل. اخر واحد توفى من الأربعين هو عبد العزيز بن مساعد بن جلوي و... و... ومن خدام الملك عبد العزيز سبعان والمعشوق سبعان ومعشوق سبعان سبعة سبعان ابو السبعان هذول ابو صالح بن سبعان و سبعان والمعشوق المعشوق اثنين اخوان مع الملك عبد هذول من ضمن الأربعين لكن هذول السبعه اللي دخلوا اول شيء هذا اللي هجموا في الاول وهو اللي رمى الرمح أه الشلفه اللي رماها ذيك الساعه أه فهد بن جلوي وانكسرت نصله الرمح نصلتها انكسرت في في عند باب عند باب عند الخوخه، عند الخوخه الصغيره اللي تنفتح في الباب الكبير. ها. آه. فيه قصيده عقب ما دخل طبعا توطد الحكم واعلنوا وطلع اللي يعني قال ترى الحكم ثم عبد العزيز. قيل قصيده في ذاك اليوم قالها عبد الرحمن الحوطي. أه الحين اذكرها وسن. لكن بسمعك القصيده اللي على الكلام اللي 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 تذكر مسيره الملك عبد العزيز من طلع الين وصل الرياض سمعني اياها اه طبعا اعلن ان الحكم لله ثم لعبد العزيز ها آه وتولوا وفرحوا الناس واستانسوا ورجعوا وتوطد الحكم ومشت الامور على ما يرام صارت عاد غارات للملك عبد العزيز على جهة الخارج على جهة إلين توحدت منطقة نجد كلها طبعا طو الموضوع طويل لكن بسمعك قصيدة قيلت في الموضوع هي اللي توضح الماء سمعني يقول الشاعر ناصر بن عبد الله بن فايز من أهل فرعة هذه قال القصيدة هذه في عهد الملك عبد عقب عقب وفاة الملك عبد العزيز وبين فيها مدة حكم عبد العزيز اللي كان هو فيها الملك فيقول يا نجد يا يا نجد مضالت من الدور بل عز وايام مضت لتمريفة مع حاكم من فعله مع الناس مشهور عبد العزيز اللي علومه الشريفة بل خوف من ربه من الظلم والجور للشيم عليا ونفس عفيفة حر شهر بالجو محتاج لسبور طلعه هوماته بوادي حنيفة عافر قاد ولذته واعتلى الكور على ظهور مرام حات السفيفة واختار في لازم كل منعور أهل الشجاعة والنفوس الخفيفة ورتبوا على عوص نسع الزور حراير من كل وجن عسيفة وصل الرياض ورتب الموعد القور القور اللي قلت لك عندي ايه المس وصل الرياض ورتب الموعد القور و... لو أن الدار قدمهم خيفة والصبح من بدري على طلعة النور انهد مثل الليث يرهب زنيفه وصادت مخاليبه من القصر مامور والرمي عند الباب يزعج رجيفه تقدموا بسلاحهم كل منعور تشهد لهم شلفه فهد بس سقيفه فهد <applause> بن جلوي وادرك مراده واصبح الضد مقهور ونال العلا والحكم بظلال سيفه ونادى المنادي بل امامه على الفور انه امام المسلمين الخليفه وخذ نجد لا من من ولا شور بغارات عز بمغزاه ونتسيفه وافعال معها بيرق العز منشور ومعارك يوم الملاقة عنيفه وقعات فيه النحمر الدم منثور تشبع بها سحم الظهور الهجيفه وصف جوانبها من الغدر والزور لنصبحت من كل غش نظيفه يوم استقر الحكم والبال وسكانها من جمله البدو وحضور سمعه وطاعه وبين رجوة وخيفة واللي يهوم آه وسكانها من جملة البدو وحذور سمعه وطاعه وبين رجوة وخيفة ويوم استقر الحكم والبال مسرور وطير السعد ظلل عليه برفيفة للشرق هام راح للحسن للشرق هام وجهز الجيش بحذور وطهر من العدوان هجر وقطيفة وهام الشمال ووصل جيشه إلى الغور بيارز انت طسها الول حتيفة وبالغرب له قوات وجنود وحبور لين على جال سيفة وهام الجنوب وكف نجران والطور بكتايب ان هذه الهذي رديفة وافعال معها بيرق العز منشور ومعارك يوم الملاقة عنيفة وفعال وهام الشمال وهام الجنوب ووصل جيشه إلى الغور بيارز تطسها الوال حتيفة واللي يهوم أو به نغاميش وسطور عودوا نفسه من طلبها معيفة وحط وعودوا نفسه وهام الجنوب الجنوب ووصل نجران والطور بكتايب هذه هذه رديفه وغارات وهام الجنوب وكف نجران والطور بغا بغزاه ونتسيفه وهام الجنوب ووصل نجران والطور بكتائب هذه هذه رديفه وافعال معها ومعارك وهام الجنوب ووصل نجران والطور بكتائب هذه هذه رديفه ولا واللي يهوم ابوه نغاميش وسطور عودوا نفسه من طلبها معيفه والمملكه ما حط من دونها سور اسوارها حجب السيوفة الرهيفه وحط الكتاب القرآن طبعا وحط الكتاب ومنهج الرسل دستور وخلى المخالف للمواضيع عنيفة حكم بها خمسين عاما ومقدور أربع سنين سجلت بالصحيفة مدة حكم مدة جلوس الملك عبد العزيز في الحكم 54 وخمسين سنة, سنة من دخل عام تسعة عشر إلى أن توفي عام ثلاثة وسبعين ولهذا يقول حكم بها خمسين عاما ومقدور أربع سنين سجلت بالصحيفة تلقى العرب في مجلسه ورد وصدور تافد على وافر عطاهم وظيفه ماثره تبقى الى نفخه السور وهرجن بسيراته وحكمه طريفه وخلف ملوك نشوفهم عز وسرور وافعالهم على القبايل نطيفة للشعب حكام وللمملكه نور وللشرع خدام بعدل ونصيفه لعل حاسدهم لهلويل الويل وثبور وعدوانهم من كل قطر ضعيفه ولا زال بيت الحكم بالعز معمور حيث انهم عزه ونوره وريفه. رحم الله الملك عبد العزيز وادام هذا هذه القصيده اللي قايلها ناصر بن عبد الله بن فايز من اهل الفرعه. اي رحم الله. نعم هل 40 نعم. اللي ادخلوا مع الملك عبد العزيز نعم قابلت احد منهم؟ اي انا شفت ثلاثه الحقيقه. من هالأربعين من الأربعين منهم؟ اول واحد شفته وكنت صغير مره مع جدي، كنا ساكنين في الظهيره احنا. جدك شرهان الشرهان؟ جدي شرهان الله يرحمه، كنا ساكنين شفت بوابه المربعه الشماليه اللي قلت لك الشماليه الغربيه يعني عنها بيتنا يبعد حوالي امتار. جنبنا بيت واحد من اهل الرياض قال له ابو خنجر، وبيتنا حنا كنا ساكنين في بلجر واحد اسمه فهد النخيلاني واللي جنبه بيت الحميضان. وباعوها الحميضان على السعيد واستاجره سعد بن سعيد ابو عبد الرحمن بن سعيد رئيس نادي الهلال كانوا هي. جيراننا فيه ذيك الوقت اللي كنا فيه ساكنين هالبيت كان جدي موجود وكان عندنا شرق سكه تروح تدخل على منطقه يسمونها حله الاجناب ورا المصمك من جهه الشمال الشرقي فاروح انا ويوريني جدي قال شوفوا انا ابوك هذا بيت الفريح ابراهيم الفريح المسؤول عن عن وهذا بيت احمد المعمر اللي مقابله وهذه السكه فيها الصق عبي وهذه فيها بن سعيد الله وهذا يوم دخلنا السكه ذي فيها مجبب ولاك الشايب اللي قاعد ممدد الرجلية كذا اسمراني صغير قال لي جدي شوف انا ابوك شفت هذا قلت قال هذا اسمه مسعود المبروك مسعود المبروك اي هذا من 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 ضمن الأربعين اللي دخلوا مع الملك عبد العزيز. هذا الشايب إيه؟ هذا وله قاضي شايب. هالحين له ولد مسعود المبروك من ضمن الإخوة يسمونه ولد العود. ولد <تصفح> العود. <تصفح> <تصفح> نعم. إيه؟ هذا واحد هذا واحد من هذا منهم. شفته أنا بعين والثاني؟ والثاني, والثاني مطلق بن عجيبان. مطلق؟ مطلق بن عجيبان من, من أهل الرياض. إيه؟ الرياض من أهل الرياض من أهل العارض. هذا فيه مجلس قدام مسجد الشويعر الأول قدام المسجد مجلس يقعدون فيه شيبان اهل اهل الظهيره عبد الرحمن بن حيم بن نصار دحيمه بن نصار واخوه فهد وابن عجيبان هذا يجي يجلس معه مجموعة من من اهل الديره هو وقبله بيت واحد اسمه السعدون ابو غازي كل هذول من رجالات الملك عبد العزيز وحوله بيت عبد الله بن بلال من 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 من, من مشاهير الأخوة اللي مع الملك عبد العزيز و فابن عجيبان شفته انا من زم. شفته في ذيك المجلس باكر المجلس والثالث عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الله يرحمه امير حايل اللي <applause> هو اخر واحد مات من الأربعين 40 ايوه عقب ما رجع من حايل أيه؟ كان بيته اللي الان فيه الاحوال المدنيه اللي عند شارع على شارع الوشم أيه؟ فطالع من المسجد العصر هو بالعربي يدفون كذا ويدفوا واحد وسلمت عليه عند شفته يعني هذا هذا من, من ال 40 يعني انا الحمد لله تشرفت <applause> بالسلام على ثلاثه يعني الحمد لله <applause> طيب خليني انتقل لك الى آه يعني فيديو اخر ونعلق عليه تمام طيب توكل سالفه والله عندي لقب راح هنا السواليف مثل الشيء اللي مدفون في الارض ان جاء بعض الامراض والله أن انساها وانها عندي كلها بمكمكمه يجرب على بعض وعارفها واني لا صفيت اصلي بان منها شطر ان يذكرها كلها ما في نفس الصلاه الله لا يبلغ الله لا يبلغ أنا اعلمك اضبطها كلها ما عاد اضيع شيء يعني هنش. بس انما ما هو تنغمت ما تجيها بيانا الحين اذا صرت ما غازيت وما شفت وشلون تضبطها؟ انا رجال مشقر. هنا نعم. وها الحين هالطليعيه هاللي طلعوا معنا اي نعم شبابتنا هاللي ظهرت من شبابتنا التالية هذه خسون شبابتنا اللي معاصريننا ما هي الا ها يروح للسالفه وين هي رايحه. ولا دي وين مدراجها ولا وين محلها وين سنعها وش امرها بس ياكل جيت جاك ولا شدقه عصيد مليان عصيد تو انت عجل صادر من النفيعة انا إذا من ناحية السالفه وانا يري وصل وتملاه ومعي حافظيه وخلي رعاه يرد علي وجيبه وتبرز به وشوله معه وخدرجه تدرج حيران وخليه يردها علي ثاني لين تملاها، ولين امسكها وهذا دابي واتجها من 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 قرف في عدامه لين اقبل تاكد منها ولا ما تاكد؟ ايه ما جيه الا برهان ما ما هي مسحريك رحمه الله عليهم هذا لقاء في 96 هذا رحمه الله عليه علي بن فهد هذا استاذي هذا علي بن فهيد السكران ايه هذا ابوه كان شاعر بالرشيد من اول ابوه وهذا الرجل عبارة عن الله يغفر له يرحمه التمات عام 1412 هذا حال السيارة هذا لو يجلس عندك أسبوع بلياليها وهو سولف ما تمل من سوال قصيد وسواليف وكل ضابط كل شيء كان عنده يعني موهبة الحفظ وعلاقتك فيه كانت كان طبعا هو أخواله من أهل شيزر ويجي عند قصرته او اللي في الديره وقدامها السوق اللي يبيعون فيه العود والطيب فيه الوالد ابوي كان له محل عطورات في الديره فيجي عند ابوي هو وكان في نفس الوقت فراش في المدرسة الجزائر اللي فيه. كنت م. ادرس فيها انا وكان فراش المدرسه فراش من المدرسه ويشوفني عند ابوي عزمه ابوي كم مره يجي لعمنا في البيت شافني شاف اني انا استانس للسوالف قاموا يطاوع على جينا يجي عندنا نسجل منه سجلت منه قصيد كثير وحفظت منه الكثير هو واغلب التعليقات اللي انا اسويها على القصص إيه؟ الحاجات اللي تضحك او مثلا فيها جذب ولا انا سامعها من هالرجال ترى اه يعني استاذك هو ايه, إيه, إيه ما كان يقرا ولا يكتب هو ما يقرا ولا يكتب إيه؟ يروح يقعد عند الشبيلي من اول في العراق ذيك السفير المملكه في العراق يقعد عنده بالشهرين والثلاثه يسجلون منه ذيك الحين وابن خميس ماخذ ما منه وابي حيا ماخذ منه كل ذولا محمد أبي حيا عنده كتابين اسمه طيب هو من وين كان ياخذ؟ ثمانيه كتب اسمه غرائب لباب الافكار في غرائب الاشعار ما طبعت ذي طيب هو من وين ياخذ هو يحفظ سبحان الله العظيم ما بدي اسمع آه. السالفه سنهم سجل مسجل ويحفظه طبعا كان باللقاء هذا مين. مع طبعا الله الراحل الدكتور كلهم ما شاء الله, الله يرحمه مين. عبد الرحمن الشبيلي و... عبد الرحمن الشبيلي <applause> انا حزين لانه كان موعدنا العام في رمضان وقال قد تاجلها بعد رمضان الله والقدر يرحمه والقدر فرق بيننا الله يرحمه ال كان احيانا يقصر صوته وهو يسجل أه. باللقاء إيه؟ ما ادري انتبهت باللقاء وهو يسولف احيانا يقصر صوته ويجي يقرب على الدكتور عبد الرحمن انتبهت لها انت؟ اي إيه وده يقول سلمة ما يبيها تطلع <تصفيق> <تصفيق> مثلا يعني إيه؟, إيه يبي يعني ما يبي هم ما هم تاكد انها تطلع ولا ما تطلع؟ اي مو تأكدنا ما يدري المسجل يشيل كل شيء <applause> إيه فيحكي مثلا ما تسمعه يقول ان بعض الشباب يقعد قدامي <applause> ويقول سولف علينا يقول هو من هذا من, من من شغله يقول يقعد قدامي بعض الشباب عطنا السالفه يا ابو فهد قلت... قال قال وش السالفه اللي انت تبي يا خث مرير؟ وش معنى خث مرير؟ خث مرير ما لها معنى يعني ان قلت زلابة ان قلت حقنه ان قلت غثيث ردي تجي على اي <applause> على اي تفسير يعني مذمه مذمه ما تعور <تصفيق> 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 طيب خليني اشوف معك ايضا فيديو اخر يا لذيذ الكراء انتبه ثم صل استقم في الدجى وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد ماجد قابض بسيط حكيم عادل كل ما شفع ظاهر باطن خافض رافع سامع عليم ما بحكمه ميل أول آخر ليس له منتهى جل ما الشريك ولا له مثل بعد لطفك بنا ربنا فعل بنا كل ما أنت له يا إلهي أهل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء أسألك بالذي يا إلهي نزل به على المصطفى أبو خالد عرفت القصيدة هذه استغاثة محسن الهزاني حفظتها وأنا في الابتدائي سولف لي عن القصة والقصيدة القصيدة أول ما سمعتها مع الشيخ عبد الرحمن الركيان الله يرحمه هذا كان طبيب شعبي يعالج إيه؟ الركيان هذا طبيب شعبي ويجي عند الوالد هو يتوي لا ما يتوي عالج. إيه؟ <applause> يعالج إيه؟ يعالج التخابر آه وبعدين سجلها هو بصوته هذا وجاز لي صوته أنا وحفظت القصيدة وأنا صغير حافظها الى الان دائما اذا جاء موسم الى جاء وقتها اقولها هذا السجع هذه المحسن الهزاني محسن الهزاني الله يسلمك مات عام 1245 تقريبا ومحسن الهزاني معاصر انه باللعبون مم. ومعاصر إن بعض الشعراء مثلا شعراء عنيزه القواضه معاصرهم بس ما يعرف ما بينه وبينهم علاقه اللي معه علاقة معه باللعبون باللعبون لانها زار باللعبون في الكويت مره وزاره في البحرين مره. وكان هو كان امير امير الحريق ولا؟ وكان إيه تولى اماره الحريق بعد عم بعد عم التركي سنتين. م. عم التركي هو كان امير بلد الحريق ويوم توفى تولى الاماره عقبه سنتين. ولكن اكثر شعره يتصف بالغزل. اي بس الحين انت تقول ما عاصر القواضي ولا طيب احمد شوقي يسولف القواضي بس إيه؟ ما يعرفهم ما يعرفهم إيه؟ بس ورا وطلع صيته وراح الى احمد شوقي حسي عنه احمد شوقي حسن عن الهزاني إيه؟ إيه هذه ما ادري عنها الا كان الحين <applause> إيه فانا اقول شلون انتشر ذكره <applause> له ديوان مطبوع مم. له ديوان مطبوع اول ما طبع في في دواوين الشعر الشعبي اول ما طبع في المملكه عام 1370 كلف كل عبد الله بن سليمان وزير الماليه الاول، اول وزير على في عهد الملك عبد العزيز طلب انهم يجمعون شعر اهل نجد الشعراء اللي في نجد، فكلفوا واحد اسمه خالد الحاتم وعبد الله الفرج في المنطقه الشرقيه، جمعوا شعر اهل نجد كله، جمعوه اللي في الزبير واللي في الكويت واللي مكتوب واللي منه ولا وطل وطبع اول كتابين طبعت في المطبعه العموميه في سوريا اسم الكتابين خيار ما يلتقط من شعر النبط عام 1372 طبع عندي انا النسخه الاولى منه شاريها ابوي ورقه اصفر يلا ينفل ما اقدر في الورقه إنها قرصان تتكسر <applause> قرصان الخفاف بس انه مطبوع طباعه زينه فكان ابوي شاري الديوان زين الاثنين هذه ولجيت في المجلس انا عندهم يعطيني الكتاب يقول اقر علينا اقرا عليهم من قصيده حميدان اقرا عليهم من قصيده باللعبون اقرا عليهم من قصيده اله... فحفظت القصيده ذي عاد لما سمعتها من بركيان وهي في الكتاب موجوده المحسن الهزاني اخذتها سالت عاد وش السبب ليش يعني قالوا انهم استغاثوا كم مره ولا كتب الله الشيء ويمكن يعني قالوا يعني يوم شافهم استغاثوا كم مره ما قالوا ش... ما ما جاهم سيل استغاث هو وخذ معه الاطفال الصغار محسن الهزاني ويوم الله وكتب لهم الله الخير وجاهم وسمعنا شيء منه هم الحين ح... هذا ال... الانشاد ذا وش يسمى من اول عندكم الحين؟ هذا اسمه السجع هذا اللحن شايله اللي اللي انا سامعه من 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 بر كيان اي انا سامع انا اقلد بركيان كيان فيه سمعنا اياه مع... من الحين ايه؟ مباشر يعني ايه؟ ايه؟ ودي اسمعها منك ابو طيب ابشر <applause> اول شيء تدري ليش قالوا اهل حريز ما نبي يقولون يقولون يعني ما يجزمنا على صحه هذه الروايه اللي انا سمعتها يقولون انهم قالوا شي بان في الديره خاف ان احنا مسلوحين بسبه يعني ان محسن شاعر غزل يعني شاعر غزل وانه ودنا احنا نروح راح ولا ما كتب الله شيء وهو راح عاد وخذ معه الاطفال الصغار و... وقالوا ليش؟ قال واحد يقو يقولون قال واحد إن رجال إن يقول من ضمن قصيده هم اكثر قصيده غزل هو محسن الهزاني يقول بيني وبين صويح بوقف أحوال يا من يدير الصلح بينه وبيني نبي احنا بن ابن لا هذه هذه قصيده المحسن الهزاني اي غير هذه قصيده غزليه أي يقولون ما يقول يقو يقال انهم يقولون ما نبيه يستغيث ابنا وهو قال ذي وهو إن ذا القصيده وش القصيده؟ وكل اكثر قصيده غزل ايه فهذه من ضمن من ضمن الابيات اللي هو قال يتغزل في 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 زوجته يعني يقول فيقول بيني وبين صويحبي وقفه احوال يعني وقفه نفس مثل الزعل اللي ما يبطي ايه تشره وما تشره تسلم أيه؟ بيني وبين صويحبي وقفه احوال يا من يدير الصلح بينه وبيني أعطيه ما تملك يديني من المال واجعل مقره بين جفني وعيني يا ليل تنبتنا في شهر شوال بتنا ولا شنحال بينه وبيني إلا بريم الريش والطوق وهلال ونوهدات تنسن هالفرق ديني في تنبه مغز العين لي قال من ذا حضيني قلت هذا حضيني زوجته طبعا ما يقول هالكلام له قالوا ولو أنا بي ما نبي ما يصلح لنا ما, ما نبي يستغيث ابنه وهو قال ان ذا القصيدة يعني المهم راح عاد وجمع الطلاب اللي انا اقول لك قبل اختار من الطلاب من العيون من الشباب الصغيرين اللي في اللي في العين لهم رحمه يوم جاء ترى هذه هي السالفه الاساسيه جاء مطوع قال نعم مطوع يا هلا يا هلا بولد عثمان وش مزورنا بك؟ قال ابي العيين اللي ما بعد جاء عليهم ذنوب مره اللي عمرهم من سبع سنين وجاي قال طيب تبيهم الحين؟ قال لي تلفت المطوع ولا الحين الدراسه إيه؟ عند الكتاتيب ما لها سن معين من اللي حبي للمعرس المعرس كلهم في فصل واحد قاعدين <applause> 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 والمطوع تلقاه على حبس مثل هذا قاعد مع عصا يطق الاطراف منهم اقر آه ابا بيبو اتاتيتو هذه القاعده البغداديه الاولى آه يعلمونهم قال نعم يا هلا بولد عثمان وش نزورنا؟ قال بالعيال اللي ما بعد يعني ما بعد عليهم ذنوب مره اللي من سبع سنين وجاي ابيهم قال شوف قال بنعلمهم صلاه الاستغاثه قال طيب يقوم المطوع وتلفت في العيال تعال تعال الله يصلحك تعال وانا خالك تعال وانا عمك يوم جمعهم المطوع وناظرهم محسن ولهذول هذول العيال الناظرين اللي اهلهم اغنياء واللي قال لا 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 انا ابي انا انا اللي بنقي يبي ناس لهم في العين رحمه عاد خبر الروايه تلفت في في في, في الطلاب ولا ذاك الوليد خلق الله حسن سطع عليه خرزه ساريه منه وجبر على عياب قال نسيت بتسدر له في <تصفيق> <تصفيق> العين رحمه قال تعال وين عمك تعال تلفت ولا ذاك الوليد ولد ضعوف عينه هذه مجحمه ويده فيها تمره وأصابعك كل اثنين محزومات جميع لف العين رحمه قال تعالوا انا خالك تلفت في العيال اللي يعني لهم في العين رحمه سداوة. وحيد ان هناك واحد هناك سنه مالك الحزين سذا شكل قال جابهم قالوا انت بقى انا بعلمهم صلاه الاستغاثه طبعا خذهم وداهم وجمعهم ناس كثير غيرهم وجاء من عامه الناس وجاء كبار وصغار وراحوا واستغاثوا وكتب الله الخير وجاء فقال القصيده هذه هذه لنا الروايه اللي انا ايه سمعت بها ولا يعني عطل عطل. على صحتها 100% لكن الكلام على القصيده فيقول دع لذيذ الكارى وانتبه ثم صل واستقم في الدجاء وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كل ما شفعل ظاهر باطن خافض رافع سامع عالم ما بحكمه مي الأول آخر ليس له منتهى جل ما للشريك ولا له مثل بعد لطفك بنا ربنا نفعل بنا كل ما أنت له يا إلهي أهل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء أسألك بالذي يا إلهي نزل بحال المصطفى مع شديد القوى وسالك بالذي دك صلب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو والعفو ثم حسن العمل الى اخر الله القصيده طويله القصيده جميل جميل آه، انت قلت كتاب اللي قبل شوي العجائب وال... والعجائب والغريب اسمه كتاب بحياه اللي أيه؟ الفه غرائب عنوان الكتاب لازم تجيبه ايه غرائب ابو حاجه الحين لباب الافكار في ايه. غرائب الاشعار لباب الافكار ايه في غلا في غرائب الاشعار ثمانية اجزاء ثمانية اجزاء ايه هذه لمحمد بن عبد الرحمن بن حيا ايه. ايه فضلا على الناس قل لي ليش؟ ايه لان الامير بدر بن عبد الرحمن بدر بدر بن فرحان وزير الثقافه ايه. سمع سمعك قبل شوي أن تقولوا ايه وارسل لنا رساله انه هو آي بيعلن عن يجمع هالكتاب وبيطبعه وبيهتم فيه اي الله يسلمك يسلمك ما يقصر هذه بركتك وشكرا سمو الامير على وفيه, 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 وفيه حرص على الثقافه وعلى التراث وعلى الادب كتاب على انا يعني. والله ودي حريص عليه جدا يا ليت الامير يستحسن يلا الامير يسمعك عطني إيه, ايه في كتاب انا قاريه عند بحيا انا كنت اجي عند بحيا ايه وشايف ان الكتاب هذا عنده شاعر من الشعراء البارعين اللي الله يغفر له ويرحمه توفى ما طبع للشيء إيه؟ اخذت اغلب اشعاره انا من 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 من, 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 من محمد بن حي الله يرحمه. اسمه حاضر بن حضير العازمي. له كتاب جلده من هنا ومن هنا احمر. كاتبه محمد بن حي بخط يده ويوم توفى ابي كان وقتها من مرافقين الخاصين مع الامير متعب بن عبد العزيز رحمه الله عليه. فيوم جاي بيموت خاف على مكتبته وذا قال وصى عياله ان مكتبتي هذه اللي توفيت تهدى على الامير امير صاحب المعروف علي اللي هو متف. متعب بن عبد العزيز. فجو ذاك اليوم انا كنت موجود في العزه جو ضفوا اللي في, 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 في الكتب كلها ومن ضمنها الكتاب تسن عيني تشوفه العين غلافها حمر قلت له يروح الكتاب ذا، هالكتاب هذا فيه عن الشاعر ذا قصيدتين مهمات جدا جدا قصيتين واحده يصف فيها الاعتداء اللي صار على الملك عبد العزيز في الحرم. الحرم؟ في الحرم اثناء الطواف ومسكوا اللي 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 صككوا بباب الحرم ومسكوهم المعتدين. وقال في هالموضوع قصيد هذه محاولة المحاولة الشهيرة اللي فيها ثلاثة يمناء اي قصيد. اي نعم في اعتداء على الملك عبد العزيز وقال فيها قصيدة حاضرة من حظير العازمي وقصيدة ثانية معها ثانية هذا من اجمل القصائد اللي اللي فيها وصف فيه. وانت توصي آه الامير عليها آه هذا الكتاب لا يضيع الكتاب ذا ولا يروح لازم يعني يجمع ويطبع. اي وفي قصيده وفي قصيده عن السبله وفي قصيد قصيد فيه قصيد جزل وفيه منوع القصيد فيه. مم. الامير يسمعك اكيد ايه. والامير يعني ايه نعم ما راح يقصر في اي شيء يخدم الثقافه اه في البلد. اه اه من قصيد حاضر هذا لا 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 حاضر بن حضير العازمي اي ممكن أسمعكم ايه قصيدة اي جاء مره حاضر بن حضير العازمي رحمه الله عليه جاي تعرف فقير وعمى وجاي من الحوطه مشي على رجليه الين وصل الرياض يوم جاء القى قصيده على على الملك سعود رحمه الله القى قصيده على الملك سعود وقتها كان الملك سعود طبعا انا اروي عن رواياتي كلها قديمه ترى ما انا بروي شيء هدي. اروي عن للميتين احاول اني افرزهم واظهرهم عشان ما ينسون وخاصه اللي ما طبع لهم دواوين ولا اللي مطبوع دواوين ما هم يتولون الموضوع فجاء هذا الرجل حاضر بحضير العازمي وقال قصيده من قو قصيدته ومر له الملك سعود بشرها ويعطى ذلول اعطوه ذلول حتى العصم حطوه محطوط على غزاله الشداد لانه ما يشوف زين هي. وخذ الذلول ذا يوم راح طال عمرك لـ الدير للدير اللي كان ساكن فيها كان ساكن في حوطه سدير. اسلم يوم جاء حوطه سدير ولا زوجته مريضه ومضنيه وكذا بعد الظنى هذا ما تمت الا مده وتوفت وبقى الولد له اسمه الصالح يدورون من يرضعه شوف احيانا يجي مواقف في مثل هذه وهو خفيف البصر وعمى وضعيف فجاء الشاعر صالح بن مزيد الله يرحمه صالح المزيد احد من الشعراء قال له خل نترد انا وياك يا حاضر هو شاعر قلطه قال انا ماني بمستانس وصالح ما يذوق قديت هذا السبعه ايام عجي فوق ذرعاني يعني مريض عسى من لا ماني ماله من الوغدان كود وليد يتيم ماتت امه ولا فجر وعمياني وتركة قال ما دام هذه حالك ما نام ترد إن انا وياك ها اضطرته الظروف وباع الذلول اثناء مرض الزوجه ذي ولا بقى معه من الدراهم اللي حوالي 10 ريال ما ادري وش شرابها زمال الله يكرمك وكله الذيب بعد ما ظهر رضي فيك جاء ثاني مره على رجليه كعابي من الحوطه لين وصل الرياض هنا وجاء حاول يقابل الملك سعود كان رث الهيئة وإذا ما قدر يدخل جاء واحد شافه قال أنت يومك قاعد هنا قال أني بواجه طويل العمر قال لا تقول بواجه قال أني شكاي عشان يدخلونك بسرعة فعلا قال أني شكاي ودخلوه يوم مثل قدام سعود الملك سعود قال من أنت شاكي قال انا طال عمرك ماشي انا قصتي كذا وكذا وكذا وجيتك يا طويل العمر ولا قصرت معي وعطيتني وصار لي الظرف الفلاني وجيت بسلم الحين لي 15 يوم وانا عند الباب ما خلوني ادخل لين قلت اني شكاي. كان وقتها الملك سعود بيطلع الروت خريم فيها ربيع او ما ادري بيطلع بيكشت بيطلع مكشات ويبي شعار رد يوسعون صدورهم ذكر الحين ما في التو... وسائل تو التو... الا بالشعر قال اول شيء انت ترد وقافي قال قال زين سمعنا قصيدك اللي قلتها عند الباب وقال ترى جاب من قصيده اعتذار عن بيعتي الذلول الأول اللي اعطيته قال سمعناها اول باول اول شيء سمعنا اللي عند الباب قال اقول طال عمرك من اول شوف كيف كانت الله يغفر لهم ويرحمهم الى الان كيف كانت بساطه ملوكنا وحبابتهم ورعايتهم للشعب إلى قابل الواحد منهم من المواطنين الملك كله يرتاح يشوف التقدير ويشوف الابتسامة على على محياه كلهم إلى الآن ولله الحمد هذه البيبان ما تسكك موجودة تعال سلم تعال شوف فقال سمعنا اللي قلتها عند الباب قال أقول <applause> عانيت لك من باطن سدير يا سعود ودي بقربك يا ربيع الضعافي يا الليث يا الضرغام يا منقع الجود يا مهد العرب بالعسافي لا جيت يمنعني عن الباب راسود والصدر ضاق ولا على الله خافي لعل حظي فيك ما هو مقرود واللي عطاك من الوهايب بجزافي تعطي جواد الخيل برسانها قود زود على العيرات حم الشعافي يا ابو فهد ما لي بغير انت مقصود يوم ان على الظن في ظلافي أرخص لي أواجه من القر مضهود رجلي ما يضفي عليهن الحافي يا أبو فهد مالي بغير أنت مقصود يوم إنهن عظن في الظلافي أرخص لي أواجه من القر مضهود رجلي ما يضفي عليها الحافي لا روح ظله يعني لا غدي لا روح ظله بين شلهوب وحمود من غير تدري مدة ما تشافي شلهوب طبعا وزير الملك وقتها وحمود بن <applause> صح. يقول يعني هذول طبعا ايه. هم اللي في الواجهه يعني يقولوا له انتظر شوي لين نشوف الفرصه المناسبه وصارت له الفرصه قال طيب هذا اللي قلتها عند الباب قال قال طول القصيده الثانيه هي؟ قال طالع امك هذا اعتذارا عن بعت الزلول الاولى اللي اعطيتني ايه وله يقول يا سعود يا الضرغام شفت كينه البساطه يعني الاولى شعراء ما بينهم يعني يحسون ان ما في شيء موانع تردهم فقال على طول بدا ما بدا باللقب على طول اي كانه خاطبه امامه يا سعود يا الضرغام ليث النموره شوف شلون عبر عن حالته بنصف بيت انا ضرير وفودي مناي قولي ما عندي غير من المحصول او الشيء الدخل الا الكلام اللي انا اقوله هو اللي اسوقه يا سعود يا الضرغام ليث النموره انا ضرير وفود يمناي قولي يا نور نجد ويا ذراها وسوره يا مش على الغدره بعسر لحولي جيتك ونفسي بلف وادم حشوره وعطيتني حمرا منيحه دلولي يا ابو فهد تالي لي ليال... يا ها يا سعود يا الضرغام ليث النموره انا ضرير وفود يمناي قولي يا نور نجد ويا ذراها وسوره يا مش على الغدره بعسر لحولي جوداك يا غيث الضعيف مخبورة صغير سن وما لك فعولي جيتك ونفسي بلف وادم حشورة وعطيتني حمرا مليحة تدلولي لكن ضعيف الحال تقصر شبورة والفقر فخ للضعيف محبولي يا أبو فهد تالي ليال الفطورة حدتني الحاجة وبعت الذلولي وانت العوض وانت الخلف يا أخو نوره وما دام راسك حي فانت محصولي لو نست من بورات الأيام بورة يا أبو فهد مزمل وانا اذكرك حولي يبو الضرير الى تردت اموره وتسب البخيل وركب المحولي يرجيك لباته وقوايم بزوره وضاقت عليه وقط عن خير الصديد وشر من سبر جوره سعود شايل مثقلات الحمولي حر الى من الشهر من كوره تدرع عقابه مشغلين التيولي سم شيخ قومه سقاك كاس المروره وطاه بالرجلين وطي النعولي سم هجمة طرش عليها سبورة فرق شعبها الصبح فرقش سمولي وسم جو نشبع ضبعته مع نسورة لهاب مرعوب الفواد الجفولي سيف هدمية ضد خنت عطورة فكاك بالهيجة حصان التلولي شيخ على كيم النجايب تزورة سما يزور البيت من كل حولي طرفة نهار لو يعدم خسورة يزيت نجد ومن سكنبه نزولي البدو واللي ساكن في قصورة من طور بن مرعي الجو الحزولي يعني المنطقة الشرقية الجو حقول البترول الجو الحزولي تم الكلام واضح الصد نوره فعلا على هالحاضرين اشهدوا لي فقام عجب فيه طبعا وصرف له شرها ومكافاه والله يغفر له ويرحمه فهذه من نمونه من اشعاره رحمه الله على الجميع حتى في الغزل له قصيد وحتى في طيب عطاري الغزل انا بطلع لك المنطقه ثانيه سم وخلينا نشوف هال مصلط بن ثويمي الزغيدي الله يرحمه الله يقول بارحة جني هموم مواري مواري وداور الحيلات بلي يا عين دويتها بل كيف لا جويد لعرضوها الهيل والهيل زينه وكل البهار اللي عدا الهيل تقليل وصلوا بهر الهيل يا جاهلينا صحيح اللي أقل طوله دلتين بغاديد والثالثة منهن الماهن حصينة قعد لها اللي ما يدان المناقيد من قبل شبه نارها عارفينه يفوت اللهبة ويفصل بتبني ويصحى لشغل الكيف لما يدينا ما هو علمي يحوفز على, على حيد اللي بقوله سوها ظالمينه أركع عليها للراحه بتسويد وراح طبعا هذا الاعلامي ياسر الروقي <applause> رحمه الله يعني برامج شعبيه في الاذاعات الخليجيه. موضوع القهوه هي كثير من الشعراء تحدث عن القهوه والقهوه في القهوه في هي الضيافه العربيه فططت. اللي تقدم تايم. أي. نعم. انا ابي قصه وسالفه قصيده القهوه مع محمد العبد الله القاضي الله يرحمه. الشاعر محمد عبد الرقيق والله قصيدة القاضي يعني له فيها غزل وفيها كذا عطنا القصة قبل وبعدين عطنا يقال طبعا الروايات تختلف أنا أرويها هذه اللي أنا سمعتها عطنا اللي سمعت يقال أنه كان عندهم شبة في عنيزة أي الليلة القهوة عند فلان والقهوة عند فلان وأنه في أحد الاجتماعات هذه كان جالس القاضي عندهم الليله شبه من اول في المجالس تبدا من من العصر العصر اي عشان يروحون الناس ما في الا ظلام ما في تبدا من العصر على بين وين اخر حدة صلاه العشاء بس ونتون. وكان من اول البيوت كبار كل بيت فيه ثلاث عوائل اربع عوائل فاحد الاجتماعات اللي كان فيها القاضي موجود جالسين هم كان نظام المجلس يعني مثل هالمكان حن اللي حنا فيه اذا صار الوجار على الجهه اليسرى أيه يصير باب اللي يدخل على البيت في الجهه المقابله وباب منه يطلع على السوق ويصير فيه جدار ما برفيع مره يقعدن تم الحريم الكبار بالسن يقعدن وراه يتسمعن وش يدور في المحسن آه ولهذا لو تجيب اي عجوز من عجزه النجده الاولين وت... وهي ما تقرا ولا تكتب تعلمك بالانساب ومن ذولا مراحمين ومن ذولا خوالهم والقصيد وش حفظاً يقظ بين العلوم يقظ العلوم من اول الكبار السن اي فالحاصل ان ان المجلس كانوا جالسين و... وقال راعي ال... راعي المحل يا ابو عبد الله فيه دماثه اخلاق سبحان الله العظيم محمد بن عبد الله القاضي عما حسوا عنه فيه دماثة خلق حتى لو ما تعرفه ولا زيك في السور لازم تقول مساك الله بالخير كل القاضي تسد إيه. الصراحه <applause> فيهم <applause> حباب وفيهم بشاشه اسرتهم والله إيه. الى الان والله إيه حتى ترثتهم إيه. فقال يا ابو عبد الله انت كل القصيده اللي انت تقوله اكثرها غزل ما تقدر تقول في غير الغزل قال لا قالوا ايش تبين؟ نبي الله قصيده ما فيها طاري غزل. تقهوى وصبوا القهوه الاولى ويحمسون ويطلعون يروحوا يدخلوا ويا صلوا ورجعوا لقوا الحطب مجهز وكل شيء مجهز والدلال مجهزه دلال التلزيم من اول القهوه الى صلحت زدامك الواحد جابوها حب وحمسوها في المحماسه وكبها في المبرد وقعد يلقطها عن القشر ويناظرها ويزينها ويدقها في النجر ويلزمها ويخلي الدلة تفوح وكل شوي يفتش طباقة الدلة يقش الزبد من عليها ويجدع في أسفل الوجار ويولم الهيل كل هالأمور ذي ما تتم بسهولة يبي لها يجي نص ساعة يلا تخلص أو ساعة مو قال نبيك تعطينا قصيدة يا أبو عبد الله في أي موضوع بس ما يصير فيها طاري غزل طلب ولا تحدي ايه بس طلب من تحدي ايه قالوا وشو من عليه اه صار براهن اي وشو من عليه قال انا على ابدا ان جبت قصيده لا تقل عن 30 بيت او من 40 بيت ما فيها طاري غزل اه عشا الجماعه مثل ما تقول زابله علي أيه؟ ولا عشاهم عليك نعم قال تم صلوا ورجعوا يوم رجعوا ولا الجمر مشبوب ولا هكا الحين الحطب سمر ولا جيت ولا أه أه الجمر سنه كسر اصطبات حتى أه حتى رماد ابيض انت سنه ما يطجد ولا يشرشر عليك ولا يخرق ثيابك ولا اعوذ بالله الحين انا رحت عند احد انت قهوه طلعت ولا تقول ثوبك مخرم خرامه من كثر الشرار اللي يطلع نعم وذاك الجمر رماد ابيض ما يشعشع قال طيب المهم واتفقوا على انهم كذا قال طيب قعد القاضي ون ون بسبعة الدنيا يشوفه والناس جال جالسين جلوس حوله ولا فيه دماثة خلق حتى لو يدخل بزر صغير ويقعد يسأله شلون كان عمك عساك طيب شلون أبوك شلون خالك كلهم طيبين سلمني عليهم دخل راع البيت لا من داخل يوم جاء هما هما ما في ثلاث عوائل كل عائلة عندهم عجوزين ست حريم ولذا الحريم الكبار السن دائما عد من قريب من اللي انت تعرف هالحين هما البيت الطين من اول صار بيت حوي على بطن بيت كذا ايه؟ تلقى الحريم الكبار يجر الفراش هذا الحصير على الشمس وين راحت مع الشمس هم مع الشمس يوم فاض عليهم في 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 ولا كل واحد الشامط هالشيب الله العالم انهم 57 58 وخمسين وخمسين راسه في بياض وله نسولف عنه هو فاضر على البيت قالت له واحدة منهن هذه وش عندكم يا إبراهيم صوتكم مرتفع قال عندنا القاضي ترى هني نحن وياه هن انه يجيب قصيده ما فيها طاري غزل ونخاف يغلبنا، قالت أيه لا ما يغلبكم وانا مسلمان هات هات الغضاره ذي ولما غضاره بياخذ فيها ما هاتها راح اقعد في المجلس ولو فتى شوي طق لي بس اذا لا بدا في القصيده طق لي واعطيك وخليك ايه خلي العلم عن عندي اي خلي العلم عن عندي يعني نوت ايه قال طيب وقف عندهن هو عاد هو واقف عندهن هذه من التمليحات كانت العجوز ذي تسولف على ذي عن اخولها ضايع في الحج للثلاثين سنه كل ما ذكرته بتست قالت على الثلاثين سنه وين يرجع؟ والثانيه تحسي عن رجل بنتها غاثها مو ذيها وهذه ما ادري من تحسي عنها المهم راح هو دخل في البيت وقعد يصلح الضوء قامت هذه ونادت واحدة من البنات البني دائما يقعدن في دورة النظيف يقعدن فيه تلقاه ما في راس درجه ولا على زدر مقلوب ولا على صندوق سيسم يقعدن ويكشكشن على العجز اللي صار <applause> المهم <applause> <المم. تصفيق> نادت ذيك الواحدة منهن زارز شبابها شوي قالت تعالي شذيعه بنيه قالت شوفي قصبي غضارة هذه ولا ولا ادخلي مع ذا الباب لا قلت له ادخلي ودي الغضارة حطيها وطلعي بس بسرعة تبي لا جاي يعد القصيدة ايه تدخل عشان يخلفونه يقلب ولا الغزل ايه وهي وقل... جدعة هذه كم عمر هذه؟ جدع هي يعني مرابرة ربع ساعة عرفت زي براطة من الفتوة <applause> المهم صغيرة و... <applause> وتهاوش فيها البياض والحماشات تلبس ذاك الثوب الاسود إيه؟ من اول الحريم ما يلبسون الا نوعين من القماش وش يلبسون؟ يا تسيت الاسود التسيت يعني نوع من القماش اللي تمالص وهو اسود يسمونه تسيت تسيت, تسيت. بالتاء ايه تسيت ولا ولا احمر الاحمر المرضوف الاحمر اللي منها الحين يخرق اللي مسحون بالسيارات إيه؟ ذي هذا لا هذا اسمه مرضوف حمر اوه إيه؟ وين اللي تلبس مرضوف من اول طيب ولا تسيت يصبغونه بقشر الرمان يصير اسود وهذه وش هي لابسه؟ امهم لبسوا هذاك الثوب ولا ما شاء الله هم غدت يتهاوش فيها البياض والحمار كذا ايه وجذعه ما شاء الله هم عطوها الغضاره وخلين وقالوا لها بس اذا دخلتي حطي الغضاره وامشي لا لا تبطين ماسكت الغضاره ويضحكون عليها باقي ابني وصار عندها حفز انها بتدخل الحين هي ماسكة الغار تصدق الغضارة تدفقت مرتين وهم يزيدون هما كل ساعة يزيدون هما وضحت ما لقيت ولا نقولها نقول بس ركني دخل راع البيت ولا القاضي مع السبح ويونون قالوا ايش تقول يا أبو عبد الله قال أقول يا من القلب كل ما التم الأشفاق من عام الأول بوه دواتيت وخفوق يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق لعن للتذكار الاحباب واشتاق باله طف بخاطره طاري الشوك قربت له من صافي البن مالك بل سف نازيها عن العذف منسوك احمس ثلاث يا نديمي على ساك ريحه على جمر الغضا يفضح السوك حذراك والنيه وبالك والأحراق واصحى تصير بحمسه البن مطفوك لاصفر لونه ثم بشت بالعراق صفرا ثم الياقوت يطرب لها الموك وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحة سم العنبر بل انفاس منشوق وش تسوي؟ قال دقه بنجر يسمع كل مشتاق رعى الهواء يطرب الى دز بخفوق يعني خلاه يرن رعى الهواء يطرب الى دز بخفوق ولزم بدله مولى عن سنها ساك مصبوب ثم مربوب تنتقل غرنوق خلت تفوح وراعي الكيف يشتاق الى الطفاح له جوهر انصحها له ذوق اصغر قموره يعني زبدها أي. اصغر قموره كزمرد بلا وكبارها الطافح صاف ينموك وزله على وضحا بها خمس سرناك هيل ومسمار بلا اسباب مسحوق مع زعفران والشمطري الى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوك الحين بوضح لك وش الشمطري؟ انا لك اشرحها وهيل ومسمار بلا سباب مع زعفران والشمطري إلى ساق والعنبر الغالي عنبر الأكل والعنبر الغالي على الطاق مطبوق في هذا وهذا باتفاق يعني اتفقن وصب سفيت العوق عن كل مخلوق وشو فيه قلب فنجال صين زاهي عند الأرماك يغضي بكرسية سمغضاي غرنوق إلى انطلق من ثعبته يوصف لون القهوة وينازل وينازه ومصبوبة الى انطلق من ثعبته تقل شبراك ايه. ابشرح الشبراك رنق تصور بالحمامه على الطوق الحمامه اللي جت تمشي في الشمس يطلع عند رقبتها مثل قوس قزح ايه. ايه. رنق تصور بالحمامه على الطوق شكل على الفنجان لونه الى راق دم الغزال يلمزع منه معلوق الحين يعني البنت عند الباب والغضاره ايه. معها ترى وهو ايه. 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 يشرب القهوه يشرب ايه. القهوه ايه. قال إلى انطلق من ثعبته تقل شبراك رنق تصور بالحمامه على الطوق شكل على الفنجان لونه إلى راق دم الغزال لمزع منه معلوق ذوقه إلى منة تسلسل بلا عليه مما صافي الورد مذلوق راعية سن الشارب الريد سرياق كسطرب وسرور من ذاق له ذوق يوم مرت البنت اه بين راد ومرت بسرعه قال يحتاج من بيض العذاره الى خلاص راح الرهن راح يحتاج من بيض العذاره الى فاق طفل الطفل صغير الغزلان طفل طفل يمز شفاه والعنق مفهوق عبث يعيل بحبته ما بعد ماك وهو ضاهي زاهي البدر بشعوق في وجنتيه الى غنج ضوح براق عجل الرفيفة بطها مزنه طبوق سحر كتب من حبر عينيه بوراق خديه صادين ونونين من فوق سن العرق بخدودها حصة الأرناق نثر على صفحات بلورة الشوق والعنق سن المسك والورس براق ما مشخص اللي هو ماء الفضة إيه. في صدري الشاخ مدفوق ابو دليز سن باطرافه حلاق هما لك الدور راسي تثنى إيه. ابو دليز سن باطرافه حلاق حذر البريم وهافي الوسط مسروق يمشي برفت خايف مدمج الساق يفص حجول ضامها الثقل من فوق اظن يعني اعتقد اظن لو يمشي شقاق بلا سواك دلع من الملا ما ينطخ الخمس مخلوق قلبي مع الدلال يجلب بلا وعامين عند معزل الوسط ما سوق لكن الى حصل لك ساعه وانت مشتاق فك زهر ما لاق والعمر ملحوق فلا حضر ما قلت عندي فلا بيد كريم كافل كل مخلوق هذا وصلوا عد مناخ براد على, على النبي الهاشمي خير مخلوق. اللهم صل على محمد. يوم قال القصيده ذي قالوا ايه على كل رهن ما على كل قال لا لا ما علي رهن انتم اللي تسببتوا وانتم اللي <applause> طيب خليني اروح الى منطقه اخرى من 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 جيل الى جيل وخليني اسمع رايك في هذا المراد ان الشخص هذا كان يجي عليه كلام غريب وكانوا الناس يقولون يا اخي هذا يا أخي أحيانا يتكلم على ضيوفه أحيانا يسبهم أحيانا يطردهم من غير سبب الناس بدأت تستغرب إلا واحد من الأيام كان في رجال اسمه عبيد الله بن محمد العبقسي عبيد الله كان تاجر يعني ويروح للسوق وبيعه وشريه وكان عنده حمار وانت كرامه وغلام وغلامه اسمه مقبل طبعا انت يوم سمعت مقبل تحس اني صار لك اسم واحد من الجماعه هو الغلام اسمه مقبل يعني بس احنا في لهجتنا العاميه يعني نسميه مقبل فيه جيل ابو خالد طلع نعم يروي نعم وله طرق مختلفة ويمكن احنا جبنا اثنين من من هالشباب اللي يروون يروون نايف حمدان والهويمل يعني في مجموعة قاعدين بخبرتك الطويلة هذول الناس يحتاجون انهم يسمعون منك نصيحة ايش تنصح هذولي؟ أول شيء أنصحهم أنهم إذا كانوا يمتهنون الرواية إيه؟ لا يروون الا الاشياء الا القصيد اللي ميتين أهله عشان يبرزون اهلهم ويبرزون اهل, أهل الشعراء ذولا للناس ويعرفوا يعرفون اي ام اللي حي موجود وحاضر هو يقول قصيده هو يقدمه مو في حاجه من يرويه ايه؟ يعني يدورون الشيء اللي الشيء ايه؟ اللي ما هم معروف يحيونه يحيونه ويحيونه ويصير فيه فائده للناس اي ام اللي الشاعر اللي مثلا موجود يقول قصيدته يمكن يرويها هذا مثلا طريقه تختلف ويزعل الشاعر ويصير ايه. يصير بينهم خصه فالافضل انهم ما يروون الا من كتب من مثا من مصادر موثوقه يعني ما ياخذها من كتاب ولا يقول انا سمعتها من الراوي الفلاني وكذا أيه هذا الراوي الله يذكره بالخير هذا نواف الهويمل أيه هذا ما شاء الله عليه انا يعني متلمس له مستقبل متفائل له مستقبل طيب انه يحفظ ويلقي لقاء زين وكل شيء وان شاء الله توه عاد نبي ان شاء الله على نفسه أيوة. ان أه شاء الله فتره ان شاء الله اي والله خلينا نشوف ايضا معك شيء ثاني نبي أه. نوسع صدرك سم. يلا <applause> سالفتنا اليوم عن فيروس كورونا سنت من الصين جاء فيروس اللي قال له كوفيد 1997 جي كلاس من الصين يجي الله يجي لك خرزه السبحه تسد لونها اخضر يقولون انا والله ما شفته قالوا وش ينتقل عن طريقه؟ قال ينتقل من كثر السلام وحبيب اللي ما له سلام تصدقون اللي يجي هالكورونا انه انه يغادي فيه حراره ثم يدخن وريده آه هذا الشاب اسامه الراشد اسامه الراشد بس <applause> انا لاحظ عليهم قال اسمه <applause> يدخن مو ثم بي... يدخن يا اسامه <applause> أنا بغيت تقلدني ونعم بيض الله وجهك، وأنا والله مفتخر أنك بتقليدك بيض الله وجهك، خلك كلنا يصير لنا شهرة أنا وياك، لكن أضبط لهجتي اللي أنا أقولها لا تقول والله ضابطها يا أبو يدخن لا يقول يدخن يقول إثمه ايه. هي يوصف إثمه أنه يدخن إيه يعني يدخن من البواخ ايه؟ من الحرارة اللي فيه لكن عادة هو اعوذ بالله بالغ بالغ مبالغه اكود مني لا والله ابو خالد شوف ابو يقول, يقول يقول ترصع على ظهره من الحراره بالله. <applause> والله لا والله يا ابو خالد ان عندك وصف انه عجبه في انه غريب واحيانا مخيف وشلون انت يعني تجيب هالوصف <applause> كيف تجي يعني تاخذ هالامور بهذه الطريقه وهذا الوصف اي انا انا اسلمك كلا صرت اسولف خاصه على شباب ولا إيه؟ شفتهم ترى خرخين ولا ما هم بلمي إيه؟ احط في في السالفه وصف اطيرها فوق مره يعني مثل مثل ابره التقويه ايه اي ادعمها أركب له توصيله وخليها يمشي <applause> <applause> داعم إيه؟ الحين الروايه اذا حطوا فيها مقاطع فيديو ولا يعني دراما تزين ولا تنحاس؟ والله انا ما اعيدها ما اعيدها لان هذا نواف نواف الهويمل عندي انا في انظري انا وانا بعد يمكن يصير انظري قاصر لكن في انظري انا لو انه يسولف الحاله ايه وجايب السالفه مسترسله جميع حتى لو قصرت مدتها عندي أنها أبلغ بتصل لسن لذن المستمع ويستوعبها أكثر لكن لما يدخل فيها عناصر تمثيلية <applause> تضعفها شوي لكن هذا هو ما يعني يمكن يدرك هذا الموضوع لكن أو أنه مفروض عليه هذا دخالة الموضوع التمثيلي هذا اللي يبونه منهم المخرجين المخرج كل ما يتفنن في الإخراج ويحط زيادة ما عشان يزيدون له في الماهية لكن ما عليهم مثل <ترزق> يسولف فيه نعم كل يترزق الله لكن خلوا شغلكم في الديكور وفي ذا و... الناس الحين يسوون مسلسلات وشيء يجوز لهم شيء يشرهون عليه الناس الحين وين المسلسلات أو وين القصص اللي المفروض يمثلوا يعني توخذ كنصوص وتمثل بالتلفزيون انت ايش تنصح؟ وين القصص اللي تقول هذه قصه تنجز المفروض يقصون قصه فلان ويمثلون قصه فلان، وش النصوص اللي تقترحها؟ في كتاب مالفه بن خميس، الشيخ عبد الله بن خميس رحمه الله عليه، اسمه ايه؟ اداب السمر او السمر ايه؟ اداب السمر، هذا فيه قصص عجيبه جدا ومكتوبه جاهز كلهم اداب السمر إي كتاب اسمه اداب السمر او تاريخ السمر او سوالف السمر لابن خميس ايه في قصص قصة بداح العنقري وقصة قصص كلها جميلة ومعها شواهد ابيات يا ليتهم يمثلون منها. ايه, ايه سبق احد طلب منك تكتب مسلسلات او شيء ابو لا, لا لا ما اعرف حتى لو يقول لي اكتب انا ما حتى النصوص اللي اعطي انا احفظ القصيده هم هالسالفه اللي حقت القهوه ذي لو تقول ايه ردها علي جبتها باسلوب غير الاول اللي تو هالحين اقدر اغيرها ايه كلها من <applause> طيب خلي الناس سالت مجموعه من الاسئله استاذ إن انه نستعرض بعضها ونجاوب لا عليها ما خالف نعرفه ما يخالف لكن لا يحرجونا بس <applause> يقول خلوا يقول قصه نورة الحوشان وقصيدتها المشهوره اللي يبينا عية النفس تبغيه واللي نبيه عي البخت لا يجيب اول شيء في خطا في البيت الاخير ذا وش هو الخطا؟ الخطا اللي يبينا عية النفس تبغيه واللي نبي عجز البخت لا يجيب عجز مو بعية مو بعية البخت ما يعي عي. عجز البخت لا يجيب عجز البخت لا يجيب, لا يجيب. يعني نعم وهذه قصة نورت الحوشان فيها أربع قصايد قصيدتين قايلتها هي وقصيدتين قايلها رجلها اللي طلقها طيب عطنا المختصة مخت... لا, لما لما لا هذه يبيلها ليلة كاملة دي. من المغرب ما أقدر, <applause> لا. ما أقدر أجيبها كلها جميعية طيب ما هي صفات المرأة السنعة؟ رأيك وش صفات المرأة السنعة؟ اللي الانسان ها المراه السنعه اللي اول ما تزوج هو هم الحين الحريم اختلفا اختلف الموضوع اختلف الطبقه الـ 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 الجيل اللي احنا عايشين فيه الحين هو يعتمد على السن انسان الرجال خذ حرمه صغيره اي صغيرة, صغيره سن اصغر منه يعني عمرها من 14 الى 15 الى 16 لازم يداريها ويخاطرها ناظر خاطرها ويعاملها معاملة حسب سنها ما يبي هو بيجي يفرض عليها انها بها عاقل تنميه في المية منها الحين هذه يمكن لا راح عنها ولا راح للعمد الا تطامر وتلعب حبل وترفع عن نفسها ويجي بس ينقد عليها ورا سنها بلتي ورا متى ولهذا شوف هل نجد من اول يعني ينصحون يقول ودك الواحد ما الحرمه ما تزوج الا لين يوصل عمرها عشرين وتصير مرشده بالغه اه 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 الى وصل عمرها العشرين تقدر هي تعسف الرجال تربيه على كيف اللي هي تبي هي تقدر لكن وهي صغيره لا ما يقدر أيه ما تقدر ابو خالد انت قريت كثير من هالقصص وسمعت كثير من القصيد ولقيت وايد ناس واجد يعني من, من هذا التراث اكبر شيء تعلمته من هذا التراث وش؟ انا السلوم والعادات والتقاليد وش ابرز شيء علق في ذانك الحكمة اللي تقول انا تعلمت من هذا هذا الشيء اكبر شيء تعلمته هذا العنوان مثلا بعض الشعراء قال قال صفات مهيب حميدة بحميده عن عن النساء وينصح عنهن ينصح ينصح عنهن مثلا انا ما حكي عن النساء انا حكي بشكل عام ابو ايه؟ خالد انت انت الحين قريت كم 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 قصه قريتها؟ كم قصيده حفظتها؟ واجد واجد كثيري اي وش ابرز شيء تعلمته من ها من هالتراث العظيم؟ العادات التقاليد اللي في نجد وش لازم نسوي في العادات نتخلى عنها نضبط. نمشي عليها اللي قالوها الشعار ووصفونا اول أو 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 شيء احترام اول شيء طاعه رب العالمين طاعه ولي الامر طاعه الوالدين هذه كله كلها كل دائما الشعار يحثون عليها يوم قالوا للشاعر من اطيب عيالك قال ما خلى الاول للتالي شيء يحتاجه ما ذكره ما يوم قال من اطيب عيالك قال اللي يجيك خبره اللي ياصلك خبره عرف انه طيب مم. الحديث معك ممتع و... وتمنيت انه انا قاعد شوي كل شوي اكتب في الجوال يا قديم يزيدون وقت ما قصروا <applause> اخذنا آه وقت واجد يعني اوه كل شوي يفهقونا شوي عاد اخر شيء قالوا لا ما تعطون وجه <applause> اجل نعجل سالفه علي القري وسالفه قصيده بل تستن. <تصفيق> <تصفيق> خلص الوقت والله يا خالد ولا في جعبتك الكثير وفي جعبتنا ايضا اسئله كثيره شكرا لهذه المتعه الرمضانيه الشكر موصول لكم أنتم، وانقلوا عن محمد الشرهان أنه يقول: المشاهد التمثيلية تضعف الرواية التاريخية